طيب بعد ما اضفنا الويب برضه الموضوع مش طبيعي شوية. ليه؟ لان ناقص عليه الانيميشن زي اللي انا شايفه على الويب قدامي ده، ان يبقى الويب بيتحرك مع النفس بتاع اللاعب وهو واقف الفيرست بيرسون شوتر. طيب تعالى نشوف ازاي ممكن نضيف حاجة زي كده عن طريق بس كومبوننت اسمه انيميشن، هنحط عليه فايل انيميشن للويب. الموضوع هيبقى بسيط جدا. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي نغير الثبات المطلق اللي احنا فيه ده مع الويبن. احنا هنقف على ويندو وهنضيف من الانيميشنز. هتلاقي هنا عندك حاجة اسمها انيميشن، ادي الويندو بتاع الانيميشن. اقف على السنايبر وهقول ايه كيت. انا دلوقتي عايز اضيف انيميشن للسي دي موديل بتاعي ده، عايز احركه بشكل بسيط جدا، فهقول كيت. هنا بيقول لك عايز تسيف الانيميشن. احنا دلوقتي بنعمل ايه يا جماعه؟ بنعمل انيميشن كليب. خد بالك عشان في مفاهيم تانية، لان في انيميتور كنترولر. الانيميتور كنترولر ده بقى بيبقى شايل مجموعه كبيره قوي من الانيميشن كليبس دي، وبيبدا يعمل انتقال بين الانيميشن كليبس دي عن طريق ايه؟ عن طريق بارامترز، عن طريق متغيرات انت بتعينها. بتقول مثلا انا عايز اعمل انتقال من الايدل انيميشن، من الانيميشن اللي هو بتاع حركه الويبن العاديه، الى الشوت انيميشن، مش لما السنايبر المفروض بيضرب نار بيرجع لورا شويه. فاذا هنا انت بتعمل انتقال، بتعمل متغير، بتقول المتغير ده يبقى اسمه مثلا شوت. الشوت ده لما يبقى ايكوال ترو، لما يبقى بيساوي صح، اعمل انتقال ما بين الايدل انيميشن والشوت انيميشن. ولما الشوت ده بيبقى ايكوال فولس، اعمل انتقال ما بين الشوت انيميشن وما بين الى او ما تانية الى الايدل انيميشن. الكلام ده احنا هنشوفه مع الانيميتور كنترولر. طيب احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنعمل انيميشن كليب. يبقى احنا ممكن نعمل فولدر هنا نسميه انيميشنز، بس اتفقنا ان احنا اي فولدر بنسبقه بالهايفن دي. وادخل هنا وهسمي ده ايه؟ ده نسميه سنايبر ايدل. طيب نقف هنا ندوس على ريكورد ونبدا بقى في التسجيل. انت قدامك دلوقتي ادي الزمن بتاعك اجزاء من الثانيه كلها، فانت عايز يبقى في الصفر صفر، يبقى هو ده مكانه بعد 2 من 10 جزء من الثانيه. احنا هنتحرك من هنا طبعا عشان يبقى دقيق الحركه بتاعتنا. شيل من هنا 2 من 1000، نخلي التسعة دي 7، نخلي التسعة دي برضو 7، نخلي التلاتة دي 1. طيب عند 4 من 10 من الثانية اهي هنا كده. هنرجع تاني لنقطة الأصل بتاعتنا، فهنقول ادي 9 9، وهنا دي كانت 3. طب تعالوا نشوف كده لو عملنا بلاي ايه اللي هيحصل. او بيرجع لورا شوية. طيب تعال نقول ايه، تعال نابلاي الكلام ده. هتلاقي هنا على طول اتحط لك انيميتور. لو دخلت على الانيميتور ده ادي الانيميشن كليب اللي احنا عملناه، وادي الانيميتور كنترول اللي انا كنت بكلمك عليه. طيب تعال نشوف كده. شايف ان الحركة سريعة شوية، يعني هو معقولة بس سريعة. تعال نبطئها شوية. كنترول بي، اقف على الانيميشن كليب. هتلاقي هنا عندك كليك واحدة بس عليه، هتلاقي عندك هنا السبيد خليها نص. نعمل بلاي. اهو كده في نفس في الموضوع.